ونقفل التليفون. تفكير شياطين. بقول لك ايه؟ ايه؟ واحنا اشرار قوي ولكن ظرفاء قوي قوي. شكله فصل فعلا. اروح ولا لا؟ اعمل ايه بس؟ بس دكتور ايمن جدع برضه، وانا يعني ياما طلعت عينه. اطنشه ولا اروح ولا اعمل ايه؟ لا عيب ما يصحش، اقوم اروح اشوف ماله في ايه. ماما انت جيتي؟ اه يا حبيبي. ماما انت رايحه فين؟ رايحه لدكتور ايمن وجايه على طول. كريم ماما فين؟ عند دكتور ايمن. دكتور ايمن ده هو كل شويه دكتور ايمن؟ تلعب؟ ده سؤال، دي اللحظه اللي مستنيها طول عمري، بس هنلعب على فلوس، ايه رايك نلعب على مصروفك؟ ده انت لسه مديهوني الصبح. طيب الحق اخده بقى، وانت خايف ليه؟ انت مش حريف وبتلعب؟ يلا وريني. ماشي. بص يا بابا. اه. هوب هوب هوب. فين السنيوره؟ اهي اهي يهبل، اهي يهبل يهبل، هات هات. لسه بدري عليك يا كيمو، بس بدايه حلوه منك. اسراء انا نايم من الصبح. ايه يا بابا بقى ما تصحى، كل ده نوم. عيان قوي، جسمي مكسر، مش عارف انزل من على السرير. بابا الصيدليه جابت الدواء، هات الفلوس. خد الفلوس اهي يا كريم. بابا الصيدليه جابت الدواء، هات الفلوس. خد الفلوس اهي يا كريم. يا بابا هات الفلوس بجد. امسك امسك امسك، بقيت صعب. اسراء عايزه حاجه؟ اسمع يا مازو، اللي انت عملته ده مش هيعدي على خير. عملت ايه؟ انا مش فاهم حاجه. بلاش لف ودوران وكذب بقى، انت كنت هتتسبب في موت حد من الجست عندي في الاوتيل، وكنت هتتسبب في بهدلتي وقطع عيشي. انا؟ ايوه انت، وكمان كنت عايز تورط وسيم الغلبان في الجريمه دي. انا لولا اختي شيماء كنت بلغت عنك البوليس. ابعد عني انا وسيم يا مازو، والا مش هسيبك. خالتك اتشرست قوي يا كيم. يا سعدون اسراء قفشتنا، خليك مرزوع عندك بقى وانا هاجي لك نشوف هنتصرف ازاي. هات يلا الفلوس. يلا خدتهاش. هات الفلوس يلا، انت هتستعبط. امال فين المصلحه يا حبوب؟ ما تنجز، عايزين نروح. فيها وليه؟ ما انت واخده فلوسي كامله مكمله، المصلحه جايه وهنشتغل. ايه دي بقى؟ نخلص بقى. اهي اهي المصلحه اهي، يلا اشتغلوا. الحقوني يا ناس، الحقوني يا خالد. ما تضربي يا وليه، الحقوني يا عالم، الحقوني يا منضرب. غتيني يا استهانم، غتيني اهو اهو، انا منضرب اهو. كفايه كفايه يا ست الدويه، الراجل هيموت في البيت. هيستاهل ما يموت عشان يتعلم الادب. غتيني يا استهانم. عيب، ما يصحش، ما ينفعش كده يا ست انت وهي، ده راجل مهما كان برضه. يا استهانم انا ساكت عشان خاطرك انت. يا اخي اتوكس، ساكت ايه بس؟ ده انت ساكت من الصبح. ده الصبر حداد. ايوه اوعي يا وليه انت وهي. اهي اهو. انت مجنون، الراجل الطلاق ده، ما تعالي، ده انت السنجل لنا. يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. معلش يا استهانم، انا افتكرت دراعك دراع واحده فيهم، وبعدين اضرب المربوط يخاف السايب. يخرب بيتك. بس ما تقلقيش، ربنا هيبعت لنا حد يغتني. يا رب ابعت لنا حد يغتني. احنا مظبوطين. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. مسجد فين يا ابني؟ عايز اصلي العشاء لو سمحت. عشاء ايه؟ عشاء ايه؟ ايه ده؟ ايه يا بنتي؟ استغفر الله العظيم يا رب. مش قصدي يا عم، هو اللي عطاها. استغفر الله العظيم. امسكي يا بنتي الجاكيت ده، كنت هتبرع بيه، استوري بيه نفسك. امسكي يا بنتي. لا يا بنتي ما تاخديش منه، خدي مني انا. انت مالك انت يا عم؟ يا حاج انا جاي الاول يا حاج لو سمحت. يا عم مش مهم اللي جاي الاول ولا جاي الاخر، المهم انها تتستر. صح عندك. سطرنا البنت حد الاول الا بقى لو الجاكيت ده اتقطع نفس القطعه الثانيه. ايوه يا رب يتقطع نفس القطعه الثانيه، تبقى صدفه عجيبه لو اتقطع نفس القطعه. ازاي وانا حاوي؟ ايوه ازاي ازاي؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. خد الجاكيت بتاعك واتكل على الله. خد يا بنتي الجاكيت الاحمر احلى، اتكل على الله يا حاج. عمري اللي امسك عمري، بس ده جاكيت سمعته وحشه، واللي بيلبسه بيموت. معلش يا بنتي، ممكن تليفونك عامل دقيقه؟ لان انا مش من هنا وتايه. ايه ده مش من هنا؟ انت منين؟ انا مش سويس. وانا من بورسعيد. ابدع ناس، غلبناكم في الدوري. ايوه بس احنا راضيين. شكرا يا بنتي. معلش بقى. ولا يهمك يا حبيبي. ايه ده؟ لا اله الا الله، التليفون وقع. بصل ايه؟ معرفش. ايه ده؟ ده
ده اتكسر اتكسر. ايوه لا اله الا الله. ايوه هتكل انا على الله عشان تقريبا الفلوكه دخلت في الغمام. السلام يا حبيبي. انا اسف يا بنت، بعد اذنك الجاكيت هياكل منك حته يا بنت. لله لله يا شيخ، انت والجاكيت في ساعه واحده؟ ده اليوم الزفت ده. امور استان طلع على الدكتور ايمن الدور الثالث. الدكتور ايمن نزل، كان عيان وبقى كويس ونزل. وانا مالي انا عيان ولا متزفت؟ انت تحكي لي قصه حياته. بتتعصب عليا ليه؟ انا مالي؟ هو انا كده اتعصبت؟ انت اللي اتكلمت عصبيه؟ هتعرف عرفت انا كنت متعصب. ساتر يا رب. خلاص يا ستي بحبك، ما تعمليش في نفسك كده. اوعدك، اديني فرصه اوعدك، اوعدك ان احنا نتجوز ان شاء الله. انا عايزك تطمني خالص. ايه العبط ده؟ المفروض انا بقى اصدق الصور دي وان شيماء بقى بتخني مع دكتور ايمن؟ ها يعني مفيش اي فكر جديد، يعني حتى ما حاولوش يتعبوا نفسهم عشان الموضوع يتصدق. مش فاهم يا سعدون والله، ما بقاش في ضمير في اللعب خالص. لا 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 يا مازو، دعني اختلف معاك بصراحه. الموضوع معمول يعني بحرفيه عاليه جدا لدرجه ان انا حسيت ان شيماء بحقه. حسيت ايه يا سعدون؟ دي متوقعه جدا انهم هيعملوا كده. شكيت ايه بس انت كمان يا سعدون؟ اصلا مش شبه شيماء خالص، ظهرها مش عامل كده اصلا. شيماء على فكره بقى، لحتى لو شيماء مش هطلقها النهارده برضه. شيماء اصلا ما عندهاش الجاكيت ده. انت بتبص لي كده ليه يا سعدون؟ انت مالك يا سعدون؟ في اقول لك حاجه، انا هكلم شيماء دلوقتي فيديو كول علشان انت شكل الشيطان ابتدى يلعب في دماغك. في دماغنا؟ اه عشان تتاكد. ماشي. الهاتف المطلوب مغلق او مقفول؟ ممكن يكون فاصل شحن ولا حاجة عادي يعني، أو بتعمل حاجة أهم مش عارفة ترد كده يعني. قرب تاني. شوف أنا مش هترد أنا. أستاذ مازو، في واحدة حلوة بتسأل عليك. إيه ده مازو؟ ست وحلوة بتسأل عليك ده؟ إيه ده؟ إيه أكيد وسيم بعت شويتين بتوع الأفلام العربي القديم. تعال نشوف. يلا يلا روح أنت عصفور. عارف انت مازو كان فيه زحلفه؟ اه ده انت عم عبده عشان ركبك. كان فيه زحلفه ورفيعه كده مربعه. يا استاذ مازو، يا استاذ مازو. ايوه مين بقى حضرتك؟ انا ايمان شاكر، حضرتك ما تعرفنيش؟ لا ما اعرفكيش ومش عايز اعرفك ومش هخون مراتي ومش هطلق مراتي. انا مش هطلق مراتي. يلا يا سعد. يا استاذ مازو استنى بس، حضرتك فاهم الموضوع غلط. انا ايمان شاكر مرات دكتور ايمن اللي بتتعالج عنده شيماء مراتك. في حاجه مهمه جدا لازم اقول لك عليها. ايوه هتقولي لي بقى ان جوزك بيخونك مع مراتي صح؟ ايه ده؟ هو انت عارف؟ ايوه عارف ومش هطلقها. اقول لك حاجه، روحي للي بعتك قولي له قديمه قوي الحركات دي يا ويسو، شوف لك حاجه اجدد. يا استاذ مازو انا ما حدش بعتني للاسف، انا شفتهم بعناية اكتر من مره. ادائها مفتعل قوي. ها ارتفيشن قوي واداء مليء بالغلطات التاريخيه والدراميه يعني. طب بعد اذن حضرتك يا مدام، الباشمهندس ايمن جوزك يعني هيسيب السمسميه والزقلطيه والمهلبيه اللي معاه دي ويخونك مع الغوريلا بتاعتنا؟ بتاعتنا؟ أنا آسف، الغوريلا بتاعتك أنت. روحي يا ماما حاولي مرة تانية. يا أستاذ مازو اسمعني بس، أنا عايزة أقول لك. ما تقوليش بقى مش هطلقها يا ستي، أنا مش هطلقها. أقول لك حاجة، أنا اللي قايلها تعمل كده. إيه ده؟ هو مفيش رجولة خالص؟ لا كان فيه وخلص، بعتنا نجيب تاني. أنت تيجي بقى الصبح بدري عشان تلاقي رجولة حلوة سخنة كده. وبعدين أنت مش بتقولي إن أنت مرات أيمن؟ آه تحب أحلف لك عشان تصدق؟ لا من غير ما تحلفي، أنا أكلم أيمن أسأله. هلا نكلمه؟ هو هيقول لنا بنفسه وهيفضحك. آه يسيب الـ هناك. الهاتف المطلوب مغلق او غير متاح. مقفول. يمكنك ارسال رساله مقفول عادي. مقفول عادي. شوف تليفونه مقفول، يعني هما مع بعض دلوقتي. ما تمشي من هنا يا ست، انت خربت البيوت بدل ما ندهلك العسكري. انت حر، بكره تعرف انها مقرطساك وانت مش داريان. اذا عملت لك مقرطسينك كده. تخطيط عالي قوي يا وسيم، بس حلوه. طريه. هي مين؟ مرات ايمن. طيب ايه الفكره حلوه يا سعدون؟ يعني مش قوي يعني. اقول لك على حاجه، يعني هو 80% من كلامها مش مظبوط يعني. 80% مش كانوا 100% من شغل؟ انت يا سعدون انت ابتديت تشك ولا ايه؟ انا برضو اللي لا انت شاكك. انا برضو اللي شاكك. انت شاكك ان كلامها صح؟ انا برضو. ايوه اقول لك حاجه، ايه رايك بقى ان انا همشي وراها وراقبها عشان اثبت لك ان كلامها غلط؟ تثبت لنا؟ تثبت لنا ليه؟ عشان ترتاح. انا ارتاح؟ ارتاح. سيبني اروح. ما انا مش سيبني اروح وراها. مش ماسك يا عمر يا بيه. والنبي يا امير، مين الست اللي طلعت دي؟
عيب يا بيه، عايز نفشي اسرار العماره دي؟ انا عندي امانه ولا اخون الامانه. لا خون الامانه بكام؟ بتخون الامانه بكام؟ اه طب اقول لك بقى. ايه ده؟ ترويج اشاعه على ساكن 300 جنيه. توقيع مشكله بين ساكن وساكن 400 جنيه. افشاء اسرار ساكن 200 جنيه. حلو دي، هاخد انا الباكج اللي ب 200 جنيه. انت والله ارخص من غريب بكتير. امسك. ماشي يا بيه، اقول لك بقى. اللي طلعت دي اسمها مدام ايمان شاكر. جوزها دكتور نفساني اسمه ايمن. متجوزها من يجي شهر كده. براوة عليك، هذا شبراوي. مش قلت لك الواد شبراوي ده تربيتي؟ بس انت ايه رايك في لوكوجين وديب ده؟ دب بقى. دب ايه؟ بلاش انت، انا مش عايز اتكلم. انت هتعملي فيها بورسعيدي بجد؟ بقول لك ايه؟ حاسب الناس يلا ومشيهم. ماشي هحاسبهم، بس انا هقضي اليوم مع ايمان. ها؟ ماشي. ماشي، سلام. سلام. كلم ايسو بقى عشان نظبط الدنيا. الو؟ ايه يا ايسو؟ ايه يا روحي؟ لا مفيش يا حبيبتي، انا كنت في انترفيو شغل كده، ربنا كرمني الحمد لله. مازو عمل ايه؟ عبيط طبعا، عبيط. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ بما اننا مش هنتطلق النهارده، تسمحي لي اعزمك على العشاء؟ ايوه في المكان بتاعنا. كريم تعال. بص لي كويس. ولا انت يلا طالع شكل مين؟ انت مش شبهي ليه؟ ازاي يا بابا؟ دي الناس كلها بتقول ان انا شعر ماما وتناحت بابا. انت فعلا شعر ماما وتناحت بابا صح؟ لا شرعي، شرعي طبعا. ايه يا مازو؟ مالك يا مازو؟ ايه اللي جرالك؟ وسيم عرف يوقعك؟ اعقل يا مازو، اعقل اعقل. تعالى في حضني يا ابني، ما تزعلش. خش جوه. مساء الخير يا فندم. مدام شيماء موجوده؟ معايا حاجه خاصه بيها لازم تستلمها بنفسها، واللي بعتها مأكد على كده. اوعى انا اللي هستلمها. امشي. ما ينفعش. مريضة قلبي، مش عارف انا اللي عالجتك ولا انت اللي جننتيني. عامل ايه؟ حلو الجاكيت ده. اه ما هو الجاكيت ده اصلا اللي كنت. شيماء. نعم. انت طارق.